ذكر حجاج سقلية خبر فتح مدينة قصريانا. كان حاكم سقلية الصليبي يسكن مدينة سرقوسة، فلما نزل المسلمون الجزيرة انتقل إلى قصريانا الحصينة وجعلها دارا لملكه. وفي الشتاء أرسل الأمير العباس الأغلبي سرية هاجمت قصريانا وعادت بالغنائم، وكان معهم أسير فرنجي فأمر العباس بقتله. قال الأسير: إن القوم في هذا الشتاء وهذه الثلوج آمنون غير محترسين، وأنا أدلكم على طرقهم. فأمنه العباس وأرسل معه 2000 فارس وتبعهم بجيشه. لما وصلوا إلى سور المدينة دخلوها من باب صغير والحرس نيام وفتحوا الأبواب، فدخلها العباس وجيشه وعمل السيف في الروم، تملك المدينة وبنى فيها مسجدا وعين نائبا عليها.